ما في ملف طيرتونا. على نفس فيلم بوعنك اخترب الفيديو. النية زينة وصافية ان شاء الله. على كل حال معالي الرئيس يعني على اساس بس اخذ دقيقة من وقتك لان راح اعطيك اياه. هذا هني بالضبط سبب ان احنا نقول خليتينا المواد اللي تبونها اليوم قبل. طرشت المادة امس طرشت المادة وتم تقديم سؤالي عن بقية الاسئلة المقدمة الى وزير الرياضة، وانا اعتقد انه يعني ممكن نعذرهم في هذا الشيء بس في فقط أثناء مداخلتك بنشوف. لكن لا تلومين النائب لان انا قدمت الملف امس قبل الساعه 3 والمفروض هو وصل للرئاسه والمفروض هو موجود عند الكنترول. هو وصل للرئاسه بس خلينا نشوف وين راح من بعد ذلك. تفضل. طيب ما عليه، مو موجود في الطريق جاي. اوكي ما عليه معالي الرئيسه، بس تند لبعض الامور اللي يعني ممكن نحن يعني نفصل فيها في سؤالي اللي وجهته إلى ديوان الخدمة المدنية والممثل السياسي اللي حاضر عندنا هني أبو فاضل ما يقصر إن شاء الله يعني يقدر يجاوبنا. يعني أنا في النهاية بأقول كلمة أخيرة معالي الرئيسة، اليوم إحنا أبو بدر عفوا خليك معاي، خلهم اذا ما سكتين هم انا بتكلم لا خلهم لان هم مهتمين بالموضوع المهم اللي قاعد تطرحه، يبدو انه ما شاغلهم. تفضل. انا اليوم معالي الرئيس ابي اوصل رساله واضحه، اليوم احنا بحاجه الى تقليل اعداد الاجانب في الدوائر الحكوميه. ليش؟ لان عندنا مؤهل بحريني يستحق ان يقوم بدوره المناط فيه اساسا، واللي ديوان الخدمة المدنية مخالف إلى الدستور. شكرا معالي الرئيس. نعم شكرا.